فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم فرقد من الشارقة، سألت مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تسأل عن حكم ترتيب القراءة في الصلاة بالنسبة لمن يقرأ، هل يلزمه أن يرتب القراءة أم لا بأس بالتقديم والتأخير؟ يا أم فرقد بارك الله فيك، بالنسبة للترتيب في القراءة في الصلاة ليس واجبا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة في قيام الليل فقرأ البقرة، ثم قرأ النساء، ثم رجع إلى آل عمران فيجوز للمصلي أن يقرأ مثلا سورة بعد، ثم يقرأ في السورة الثانية سورة قبلها، يعني مثلا يقرأ الناس في الركعة الأولى ثم يرجع ويقرأ الفلق في الركعة الثانية، هذا جائز والحمد لله، هذا مما لا بأس به. الذي يكرهه العلماء هو القراءة، هو عدم الترتيب أو ما يسمى بعكس الآيات، وهو أن يقرأ من آخر السورة ثم يرجع إلى أولها في الركعة الثانية، هذا يكرهونه، هذا بعض العلماء يكره هذا. أم فرقد تسأل في تفسير قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هي تسأل تقول: هل هذه الآية مسألة الاضطرار كما فهمت من سؤالها يعني متوقف على قضية الأكل أم أنه يتعدى إلى غيره؟ يا أختي أم فرقد بارك الله فيك، هذه قاعدة عندنا في الشريعة، قاعدة عظيمة، ألا وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، ويستدلون بهذه الآية على هذه القاعدة. يعني من أدلة هذه القاعدة هي هذه الآية وشبيهاتها، وأيضا أو مثيلاتها، وأيضا الأحاديث مثل الحديث لا ضرر ولا ضرار. فبالنسبة للمضطر يجوز له أن يتلبس بالشيء المحرم عليه أو مثلا يتعاطى الشيء المحرم، لكن ما هو المضطر يا أختي أم فرقد؟ لأن للأسف الشديد كثير من الناس يفهم المضطر فهما مغلوطا. أنت ذكرتي لي بالأمس تقولين قضية المصافحة هذه ليست بالضرورة وليست بحاجة، يعني لا هي من الضروريات ولا هي من الحاجيات، ما لها علاقة أبدا في قضية الضرورات بارك الله فيك. مثلا عندنا الآن رجل مسافر وانقطع عنه الزاد والطعام والشراب ولم يجد إلا ميتة، وهو يعتقد أنه إذا ما أكل منها يموت، هذا يسمى مضطر. امرأة الآن على وشك الولادة في الطلق هي، وذهبوا بها إلى المستشفى ولا يوجد طبيبة، ما يوجد امرأة، ما وجدوا إلا رجل، لو تركت قد تهلك، هذه ضرورة. كذلك امرأة عندها مرض معين في منطقة حساسة مثلا ولا يوجد طبيبة مثلا، هل يجوز لها أن تتعالج عن طبيب؟ ينظر في طبيعة المرض، فإن كان هذا المرض خطيرا أو المرأة مضطرة إلى التداوي مثلا فيجوز لها في مثل هذه الحالة. حتى أن هذه القاعدة العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يجوز أن يتوسع الإنسان في باب الضرورات. كذلك ضربوا مثال لو أن رجلا يأكل فغص في لقمة وما وجد إلا خمر مثلا، وأراد أن يدفع اللقمة ما وجد لا ماء ولا شيء إلا هذا الخمر، قالوا يجوز له أن يدفع، أن يشرب الخمر ليدفع هذه الغصة التي وقع فيها. كذلك الفطر في رمضان محرم، لكن لو أن رجلا شاهد إنسانا يغرق
ويعلم بأنه لو نزل في الماء سيدخل في إلى جوفه شيء من الماء، وهذه ضرورة إنقاذ نفس معصومة، قالوا يجوز له أن يفعل هذا. فيا أخت الفاضلة، الآية هذه الدليل على قاعدة عامة عندنا في الشريعة، لكن تطبيقاتها لا بد من الرجوع فيها إلى العلماء، لأنه وللأسف الشديد الآن بعض الناس يتناول ويتعاطى المحرمات يقول والله ضرورة. كيف ضرورة؟ يأخذ الربا يقول والله أنا أريد أن أبني بيت، وهذا ضرورة، مو بصحيح، هذا كلام غير صحيح. فيجب التنبؤ لمثل هذه المسألة. بارك الله فيكم. أم فرقد تسأل عن حكم المسح على الحجاب من فوق مثلا بالنسبة للمرأة، هل يلزم أن لابد مسح تمسح رأسها أو تمسح على شعر رأسها أم يجوز على الخمار؟ أختي الفاضلة، يجوز على الخمار في أصح قولي أهل العلم، وهذا قول معتبر وعليه أدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمسح على الجوربين وعلى الخمار، فالمرأة التي يشق عليها نزع الخمار يجوز لها أن تمسح على رأسها. ولذلك بعض النساء مثلا في الأسواق وفي المولات ومثلا في أماكن تخشى أن تكشف شعرها أو يلاحظ، أو تخشى وجود كاميرات أو وجود شيء، فتمسح الذي تمسح على الخمار الذي على رأسها. وحديث أم سلمة في هذا ظاهر، والأحاديث كثيرة في هذا ولله الحمد، ولا يلزم أن تكشف شعرها، أهم شيء أن لا يشق عليها، فإذا شق على عفوا أن يشق عليها فتمسح. أما إذا لم يشق عليها مثل كنا في البيت عندها وما عندها مشكلة، ما عندها مشكلة لا حاطة حنة على رأسها ولا شيء، لا، لابد أن تمسح على شعر رأسها. نعم. ها طيب، ما زال عندنا مشكلة في البدالة. عندنا الأخت فرقد أيضا تسأل عن يعني سنية الصلاة في النعال، تقول هل يعني يجوز أن يصلي المسلم في نعاله؟ يا أخت الفاضلة، نعم يجوز للمسلم أن يصلي في نعاله إذا كان طاهرتين ونظيفتين، يجوز، والأحاديث في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في النعال، قال صلوا في نعالكم، وقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعاله كثيرا، حتى إنه مرة من المرات وهو يصلي خلع عليه في الصلاة، فخلع كل من خلفه من الصحابة نعاله، فلما سلم والتفت إليهم قال ماذا فعلتم؟ لماذا خلعتم نعاله؟ قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا. فقال إن جبريل نزل علي فأخبرني أن بهما قذرا، يعني فيها أذى، ولذلك خلعها النبي عليه الصلاة والسلام، اجتنب النجاسة التي فيها. وأيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت الصلاة في النعال من أكثر من وجه، بل جاء الأمر بذلك، ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى السنية، يذهبون إلى سنية الصلاة في النعال، طبعا في الأماكن التي يمكن الصلاة فيها. أما الآن المساجد، تعرفون المساجد مفروشة بالسجاد وكذا، وما يمكن الصلاة في المساجد بهذه الطريقة. كذلك مثلا ما يمكن الدخول بالأحذية مثلا، هذا صعب، لكن الإنسان في بيته أحيانا يصلي، إذا كان مثلا الأرضية بلاط ولا شيء يصلي في نعال، إذا طلع للبر للصحراء، إذا راح الحديقة، المرأة راحت الحديقة، ما يلزم تخلع النعال. ولذلك للأسف الشديد عندنا أناس تشمئز نفوسهم من الصلاة في النعال حتى لو كان طاهرتين، وهذا بسبب بعدهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يستعظمون هذا، حتى أنهم يعني ربما يرمون الإنسان الذي يصلي في نعاله بالعظائم، وهذه سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في نعاله كثيرا، وقال صلوا في نعالكم. ولذلك نلاحظ الآن دواوين السنة، البخاري ومسلم والسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد، كلها تذكر الصلاة في النعال، حتى أن الفقهاء ذكروا له أحكام كيف يصلي في نعليه. طبعا هذا ليس على الوجوب، هذا على الاستحباب، بارك الله فيكم، يعني ولو فعل الإنسان مرة في حياته أعتقد بأنه قد أتى بالسنة ولله الحمد والمنة. الأخت لطيفة من الشارقة تسأل، تقول يعني زوجها يعزم على طلاقها من غير سبب، يقول الشغل هو الذي أمرني بذلك. يا أخت الفاضلة لطيفة ويا أخواني وأخواتي، بالنسبة لي الطلاق شأنه في الإسلام عظيم، واللجوء إليه لابد أن يكون أن يجعل هو الإجراء الأخير والنهائي في قضية إذا كان عند الإنسان مشكلة مع زوجته، ولا يلجأ إليه في مثل يلجأ إليه لأول مرة. والحاصل وللأسف الشديد يعني ما عليه هذه ظاهرة الآن عند الناس،
أغلب الناس والأسف الشديد استعمل الطلاق في كل شيء، وهذا لا شك أنه لعب بآيات الله. قال جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لأن الله تعالى عظم عقد النكاح. قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق لا يستهان به، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يستهتر في قضية الطلاق. بالنسبة لزوجك، أنا ما أدري إيش طبيعة عملي يا أختي الفاضلة، هل الآن يعني قضية العمل قالوا له إما أن تطلق وإلا فصلناك من العمل؟ أنا ما أتصور هذا الشيء. هل عنده مشكلة معك أصلا؟ هو يريد أن يلبس العمل، يعني المسألة هذه، يقول والله العمل يعني قال لي. فالذي يقدم عليه زوجك لا يجوز أبدا، ويحرم عليه ذلك. والواجب الآن أن تستفصلي منه، وأن تستفسري منه عن طبيعة هذا، عن طبيعة الدافع إلى هذا الطلاق. وإذا شفتيه متعنت أدخلوا طرفا ثالثا، يعني سواء من أهلك أو من أهلي أو رجل أقل الأحوال، لو رجلا واحدا يكون من الحكماء العقلاء الفضلاء، الذي يحاول أن يوازن بين يعني بينكما، ويستكشف عن طبيعة الدافع والمهيج لزوجك في قضية الطلاق. أنا أعتقد بأن مسألة قد يعني هو اتهم العمل، والعمل يمكن بريء من هذا، وأراد مثلا أن يتخلص مثلا، ما أدري والله، أنا لا أستطيع أن يعني أجزم على هذا، لكن لا بد من دخول شخص، ولا بد من معرفة يعني السبب والمهيج الذي جعله يقدم على مثل هذا التصرف. طبعا نعم. طيب، طيب، حتى يعني يصلح الخلل الموجود، أتكلم حقيقة عن قضية الطلاق ما دام أن الأخت يعني لطيفة سألت هذا السؤال. يا جماعة الخير، بالنسبة للطلاق هو على قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي محرم. الطلاق السني ما هو؟ هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، يعني ما جامعها فيه، طلقة واحدة فقط، والمرأة هذه تبقى إذا كانت من ذوات الحيض تبقى ثلاث حيض. إذا اغتسلت من الحيض الثالثة، إذا اغتسلت من الحيض الثالثة خرجت من العدة، فتحل الخطاب، تحل الخطاب، ولا يجوز لزوجي أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. ما يجوز له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، خلاص طلعت من ذمتي. أما في هذه الفترة، فترة الثلاث حيض هذه، يحق لزوجها أن يراجعها في مثل هذه الفترة. ولذلك ذكروا من الحكم في قضية العدة، من الحكم في قضية العدة أن إطالة العدة بمثل هذه الطريقة حتى يتروى الرجل ويتأمل، والمرأة كذلك تراجع حساباتها وتشوف بأن فعلا ذهبت عنها سكرة الغضب، وذهب عن الزوج سكرة الغضب، ويبدون يراجعون أمورهم، لعل الله عز وجل أن يوفق بينهم فيرجعان إلى بعض. هذا فيما يتعلق بطلاق السنة. بعض الناس يقول والله أنا كيف أطلق في طهر؟ نعم، هذا أمر إلهي، هذا أمر نبوي، يعني المسألة لا يجوز أن تخضع لغضب الإنسان أو لحالة الإنسان، لا بد أن يستجيب الإنسان لله جل وعلا. وهذا كله في صالحك أنت وهي، في صالحك أنت وفي صالحها هي، لأن لما يأتي الشرع يقول يحرم أن تطلق في هذه الحالة ويجوز أن تطلق في هذه الحالة، هنا يعطيك مساحة للتفكير ومساحة للتروي، وأيضا تضبط أعصابك، ما تطلق مثل ما يطلق كثير من الجهال، يرمي بالثلاث مثلا، يطلق المرأة بالثلاث ويهدم بيته، ثم يتورط بعد ذلك يبدأ يسأل أهل العلم. النوع الثاني من أنواع الطلاق، الطلاق البدعي. ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي هو يكون في مثلا الطلاق في فترة الحيض، يعني يطلق الرجل امرأته وهي حائض، هذا محرم وبدعي. الطلاق في فترة النفاس، هذا الطلاق أيضا محرم وبدعي. الطلاق في طهر جامع الإنسان فيه أهله، يعني حصل يعني مس أهله وحصل جماع في هذه الفترة، هذا أيضا طلاق بدعي، لأنه ما يدرى هل الرحم مشغول أم مشغور بجنين مثلا. كذلك الطلاق دفعة واحدة، يطلق الإنسان زوجته دفعة واحدة بالثلاث، يقول أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، هذا كله محرم، هذا كله من الطلاق البدعي المحرم. هل يقع أم لا الطلاق البدعي؟ جمهور العلماء على أنه يقع، جمهور العلماء على أنه يقع. هناك قول لبعض العلماء نصره ابن تيمية وابن القيم، وهو قول أيضا لجمع من فقهاء المذاهب الأربعة، على أن الطلاق البدعي
غير الطلاق بالثلاث لا يقع. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا فهذا طلاق بدعي، والبدعة مردودة، والبدعة مردودة، فلما وقع في الحيض وفي النفاس وفي طهر مسا فيه فيكون مردود. هذا قول لمن؟ قول لبعض أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة. أما الطلاق بالثلاث فقالوا الجمهور طبعا يقولون بأن الثلاث ثلاث، الثلاث ثلاث، من طلق بالثلاث فهي قد وقعت ثلاث. وأما أصحاب ذكرت قبل قليل فيرون بأن الثلاث إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة بالثلاث، سواء قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق طالق، فيقولون هي طلقة واحدة فقط. بعض العلماء من هذه المدرسة يقول بأن الطلاق الطلاق بالثلاث مثلا إذا قال أنت طالق طالق طالق، قالوا إن أراد التأسيس فهذا طلاق بالثلاث، أما إذا أراد التأكيد يعني قال أنت طالق ثم نوى بالثانية والثالثة تأكيد الطلاق الأول فقالوا بأن هذا إيش؟ هذا طلاق طلقة واحدة، يعتبر طلقة واحدة. طبعا هذا يرجع فيه إلى المعتمد في فتوى أهل البلد، ويرجع فيه أيضا إلى المحاكم وما تقوم به المحاكم مثلا وما تعتمده، وحكم القاضي نافذ ولا يجوز يعني الالتفاف عليه، لأن بعض الناس وللأسف يأخذ صك من المحكمة وفيه الطلاق. مثلا القاضي يقول خلاص المرأة هذه حرمت عليك، هذه المرأة بانت منك بينك، ثم يذهب يلتف على المفتين، يلتف على المفتين يبحث عن مخرج، وهذا ما يجوز، لأن الآن ما دام حكم القاضي فلا يجوز للإنسان أن يراجع مفتيا ولا قاضيا آخر إلا هذا القاضي، يرجع إليه مرة ثانية إذا كان يعتقد بأن هذا القاضي لم يستوعب مسألته مثلا. ما يجوز الإنسان يتنقل يبحث عن الفتاوى من بعض أهل العلم. طيب نطلع فاصل. عندي أحد الأسئلة عبر وسائل التواصل يقول بأن رجلا أهدى أو استسلف من شخص مبلغ 20,000، يقول فهذا الرجل يقول قلت له بأنني سأعطيك هذا المبلغ في وقته بعد ما أنتهي عندي مشاكل ديون وزواج وكذا، فقال هذا المبلغ هدية لك، هذا لا أريد أن ترجعه، فقبضه الرجل وصرفه، صرفه في أمور الزواج، صرفه في أمور أخرى، ثم يقول بعد حين فرجت يعني. طيب ثم يقول بأن الرجل هذا الآن عاود يأتي يقول أعطني هذا المبلغ. طبعا هذا لا يجوز وحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الراجع في هيبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك. وإذا ما دام أن قبضت هذا المال وهو قد صرح بأن هذا لا أريد ثواب عليه فيحرم عليه ولا يجوز الرجوع في ذلك. طيب تفضلوا أبو محمد من رأس الخيمة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. حياك شيخ. بس سؤال شيخ، احنا بمنطقتنا محل ما نصلي في مسجدين، اي فأحدهم غير جنسي عربي والشخص الآخر مغربي، إمام مغربي وقراءته جيدة، ولكن في بعض الشبان يوم يصلوا عند المغربي يشتكوا منه في صلاة الفجر يطول الصلاة. اي نعم. ومع أنه عادي يعني يقرأ حوالي صفحة صفحة ونص فقط يعني في الركعة الواحدة. إيه؟ والشخص الثاني قراءته غير صحيحة، ولكن يشكره منه قال إنه قراءته قصيرة. في واحد قال الحمد لله اليوم قرأ فينا قل هو الله أحد على صلاة الفجر. قلت له لا، هذا مخالف للسنة، يعني أنا بعرف السنة إنه هيك. فقال على زمن الرسول غير، يعني هذا على زمن الرسول، الحين الناس عنده مشاغل وعنده أعمال وعنده، فهذا الكلام لا يصلح في هذا الزمن. قرأ فيهم قل هو الله أحد بس ها؟ لا يعني إيه، نعم صلاة الفجر بالركعة الثانية قرأ قل هو الله أحد. والركعة الأولى إيش قرأ فيها؟ يعني الركعة الأولى إيش قرأ؟ ما أدري. ما عندي فكرة، بس المهم عم يتباهى إنه خلص قبلنا. إيه. طيب يا محمد أبشر. بس هذا قراءته جيد يعني، وهذا وأنت عم تفتي هيك بهذا. قال لا، هي وجهة نظر ووجهة. قلت لا، هي إفتاء يعني لازم نرجع فيها لأهل العلم. أحسن، جزاك الله خير. أبشر إن شاء الله. أبشر. الله يجزيك الخير، مشكور. تفضل أبو سعود. أيوه. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ، كيف حالكم؟ شيخ في سؤالين معنا. السؤال الأول، الآن الصلاة على الكرسي، وفي الأشخاص لما يصلي على الكرسي لما يوصل إلى مسألة السجود ينزل بنزول جدا قريب من الأرض، ينزل بيديه إلى قريب الأرض، ما مدى جواز هذا الفعل في الصلاة؟ طيب يا أبو سعود.
جيد. السؤال الثاني، ما هو مقدار فتح الرجلين في الصلاة؟ نعم، شكرا وجزاكم الله خير. هلا أبو سعود، مرحبا. من؟ تفضل أم حسن. بان ون خلاص، تو خلاص. أم حسن. حسن من العراق. تفضل يا أم حسن. شيخنا أمي ماتت من زمان وضحايا ما مسويها. إيه. إحنا بنات ستة وإخواني ثلاثة. نعم. يا شيخنا الإخوان تعبانين أمورهم. بس الاخوات عندنا احنا زمان زينين، يصير نسوي ضحايا ولا عقيقه؟ ام حسن، ام حسن، ضحايا عقيقه ما مسوينه. انتم قصدك عقيقه الولاده ولا الضحايا حقت الحج؟ طيب يا أم حسن، تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ أبو محمد من رأس الخيمة، سمعتم طبعا السؤال الذي سأل، يقول في منطقتنا مسجدين، وذكر بأن الرجل هذا في مسجد يصلي فيه أخ مغربي والثاني يصلي فيه شخص من جنسية غير عربية، يقول بأن يعني يلومون الأخ، يقول بأنه يطول في الصلاة ويثنون على ذاك، يقولون بأنه يقرأ قل هو الله أحد ويذكرون شيء من هذا القبيل. فيقول بأن الأخ الأول يقرأ وجه واحد فقط، يعني صفحة واحدة من القرآن، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الصلوات لابد فيها من التوسط والاعتدال، يعني المسلم مطالب بأن يخفف الصلاة ولكن بإتمام. بالنسبة لصلاة الصبح هي من الصلوات العظيمة التي سماها الله جل وعلا قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بسورة يوسف أحيانا، وكان يقرأ يوم الجمعة بالسجدة وبسورة الإنسان، وربما خفف عليه الصلاة والسلام. فالذي يقرأ وجه واحد في صلاة الفجر هذا معتدل غاية الاعتدال. الذي يقرأ وجه واحد في صلاة الصبح في الفترة الحالية الآن، مع يعني وجود أشغال الناس وجود كذا، هذا قمة الاعتدال. ليش؟ لأنه وازن بين هذا وهذا. أما الذي يقرأ قل هو الله أحد في صلاة الفجر دائما، هذا لعاب، هذا رجل يلعب. هذا الذي يقرأ قل هو الله أحد في صلاة الصبح باستمرار، هذا يلعب هذا بالصلاة. كل يعني حتى الناس منذ عهد قديم على أن صلاة الفجر يطول فيها لكن باعتدال. ولذلك يا أخي الفاضل لابد من انتباه لمثل هذه المسألة، ويذكر هؤلاء الأئمة يخوفون بالله، والذي يلعب بهذه الصلاة يبلغ عنه الجهات المختصة، يبلغ عنه الشؤون الإسلامية، دائرة الشؤون الإسلامية منعونه. لأن كيف الآن يعني هل يتصور أن شخص الآن يستمر دائما بقراءة قل هو الله أحد؟ هل يتصور في صلاة الفجر قل هو الله أحد من أعظم سور القرآن وفضلها عظيم، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بصلاة الفجر. أحيانا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سور مثلا والشمس وضحاها زلزلة، لكن الغالب أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن أردنا التوازن حتى نحافظ مثلا على خشوع الناس، وأيضا يعني هناك مثلا بعض الناس عنده أشغال يقرأ وجه من القرآن في الركعة الأولى والركعة الثانية، أو وجه في الركعة الأولى ونصف وجه في الركعة الثانية، نصف وجه في الركعة الثانية. بهذا تكون الصلاة معتدلة والأجر إن شاء الله مكتوب. أما قضية السرعة وقضية التنافس وقضية والله الناس كذا غير صحيح. الآن لو قرأ شخص الآن في صلاة الصبح وجه من القرآن في الركعة الأولى والركعة الثانية، تدرون كم الصلاة؟ 8 دقائق 7 دقائق، هذا إذا طول بعد 8 دقائق أو 7 دقائق، يعني إن طالت 10 دقائق. بعض الناس والله العظيم يقضيها في أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها، ولا يتململ، بالعكس بل يجي الساعات وليجي عند الصلاة يلعب فيه الشيطان، يقول لها طول وما طول. لا، يتقي العبد على عبد ربه عز وجل ويحافظ على هذه الصلاة. قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين يجدون الراحة فيها. أما الذي لا يريد الخشوع بس مجرد ينزل شيء عن ظهره، لا، يجدها إيش؟ صعبة عليه وثقيلة.
أبو سعود من سلطنة عمان يقول يعني بالنسبة للذين يصلون على الكراسي، يقول حينما يأتي إلى السجود ينزل نزول إلى قريب من الأرض، يعني يوم إيماء إلى قريب من الأرض، يقول ما حكم هذا الفعل؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لمن صلى قاعدا سواء على كرسي أو على الأرض فإنه يومي إيماء، والإيماء هذا هو تحريك الرأس فقط وشيء من جذع البدن، ويجعل السجود أخفض من الركوع. يعني أمثل لك بهذه الطريقة، يعني مثلا يقرأ إذا أراد الركوع قال هكذا: الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان، سمع الله لمن حمد. إذا جاء السجود قال هكذا: الله أكبر، ينزل شيئا قليلا. أما ينزل على الأرض يضع يده، هذا كله بدع، هذا مخالفات. حتى أنا أشوف بعض الناس الآن هو جالس يضع يده هكذا وينزل، لا هذا ما أنزل الله بها من سلطان. الإيماء تقول برأسك هكذا في الركوع، والسجود تخفض شيئا قليلا حتى يتميز السجود عن الركوع. تفضل انتصار. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، خمس سنة كنت متابعة البرنامج بالنسبة لصلاة الضحى. إيه. فأنا بكون في الدوام، يعني ما بكون عندي وقت أنا أصليها مثلا قبل الظهر بربع ساعة، يعني ممكن أصليها الصبح بعد تطلع الشمس على طول. ده طيب. السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني بالنسبة لقيام الليل. أيوة. يعني لما أرقد الحمد لله على السرير، فيجوز مثلا أقول يا ربي أعيني على قيام الليل مثلا صلاة الفجر كده، هل يجوز أقول هذا الكلام؟ طيب. السؤال الثالث في الدعاء، مثلا لما ندعي أحيانا بيكون في دعاء بدعي بقول بجاء حبيبك نبيك صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ طيب يا انتصار، جزاك الله خير. مرحبا، تفضل أم حبيبة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. عندي أسئلة، ممكن؟ تفضلي. سؤال أول: أمي معتادة على صيام يوم الاثنين والخميس، فماذا تفعل إذا جاءها ضيوف؟ هل تفطر لأجلهم أم تكمل صيامها؟ نعم. سؤال ثاني: ما هو المستحب في الصلاة، أن يبسط المرء يديه أم يجمعهما؟ في الدعاء؟ لا، مستحب يدين. في أي شيء؟ في الصلاة. في أي وضع؟ في السجود، في الركوع؟ لا، في الركوع، لا في الصلاة عموما. لا، أنت تقولين ما هو المستحب في وضع اليدين في أي شيء؟ أن يجمع المرء يديه أم يجمع أم يبسط. يعني في الصلاة عموما؟ إيه، الصلاة عموما. طيب. السؤال الثالث يا شيخ: أمي عندها قطعة أرض في الجبل وتملك أعمال هناك، يدخل عليها وقت الصلاة، هل يجوز لها أن تصلي؟ عندها قطعة أرض فين؟ جبل، يعني عندها من الميراث. من الميراث؟ آه. طيب. تملك فوخا هناك، هل يجوز لها أن تصلي؟ ما سؤالك غير واضح يا أم حبيبة، أعيد السؤال وأخفض التلفزيون بارك الله فيك، كلميني من الهاتف. تملك أمي قطعة أرض في جبل. في جبل؟ آه، جبل. أيوة. ولها أعمال هناك. ولها إيش؟ أعمال، يعني تقوم بالفلاحة. طيب. آه، بنت فوخا ويدخل عليها وقت الصلاة. أيوة. هل يجوز لها أن تصلي هناك؟ يعني صلاة قصر، صلاة حضر؟ صلاة، يعني أي صلاة؟ أكيد تصلي، يعني ما الفائدة من السؤال يا أختي يا أم حبيبة؟ أكيد فيه شيء في السؤال. قصدك تصلي صلاة قصر وجمع ولا صلاة حضر؟ لكن يا شيخ بدون محرم. الله يحفظك، رجعنا هذا، إذا السؤال غير واضح. خلاص يا أختي بجاوبك إن شاء الله، بجاوبك. تفضلي أم سارة. أم سارة معانا؟ خلاص، طيب نرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو سعود من سلطنة عمان يسأل عن مقدار فتح الرجلين في الصلاة، يقول ما المقدار؟ يا أبا سعود، بالنسبة للمقدار هو أن يكون الإنسان متوازن معتدل، بحيث أنه يعتمد ببدنه كله على عقبيه، بحيث إذا وقف يقف معتدل، فلا يفسح قدميه ولا يضمهما،
وقد أحسنت على هذا السؤال، لأن أريد أن أنبه حقيقة على أحوال كثير من الناس. بعض الناس الآن إذا وقف في الصلاة يضم قدمه، وبعض الناس إذا وقف في الصلاة يفرج بين قدمه، وهذا غلط. حتى بعض الناس الآن من المحبين للسنة إذا أحب أن يتراص، ومثلا الذي بجواره بعيد يذهب برجله ويفرجهم حتى يلحق برجله، وهذا غلط. أنت مأمور بأن تقف وقفة معتدلة، واللي بجوارك يقف وقفة معتدلة، وبهذا تتلاحم الأكتاف والأقدام. أما أن تفرج بين رجليك هذا غلط، هذا ليس على السنة. بارك الله فيكم، خاصة الذين يحبون تطبيق السنة ولكن يخطئون في عملية التطبيق، يخطئون في عملية التطبيق. فالمقصود يا أخي الفاضل هو الوقوف العادي الطبيعي. بارك الله فيك. أم حسن من العراق تقول بأن أمها ماتت من زمان وناوين يسوون لها ضحايا، وأنا سألتها ضحية ولا عقيقة، قال ضحية وعقيقة أيضا. يا أختي الفاضل أم حسن، بالنسبة للأموات ليس لهم ضحايا، الضحايا للأحياء وليس للأموات. هذا الجواب لك والجواب لجميع من يشاهدني. بالنسبة للأضاحي للأحياء وليست للأموات، إلا في حالة واحدة، إذا أوصى الميت من ثلثه أن ضحوا عني كل سنة، فيجب أن يخرج مال من ثلثه ويضحون له فيه، هذا هو الواجب. أما قضية أنه يضحى كل سنة للأموات ويترك الأحياء، هذا غلط. ويجوز أيضا أن تشرك الأموات في ضحايا الأحياء، الأصل أن الضحية للأحياء، لكن إذا أردتم مثلا أن تجعلوا شيء من الثواب للأموات ما في بأس. يعني يأتي عند في يوم الأضحى يقول بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، هذا يجوز والحمد لله. لكن تخصيص أضحية للأموات فقط من دون وصية هذا غير مشروع. بارك الله فيك، لأن أنا أعلم أن كثير من العوام يعتقدون أن الأصل في الأضاحي للأموات، وبعضهم يقول أضحي 7 ضحايا فقط وتنتهي، وهذا كله من الأخطاء والمخالفات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. بالنسبة للعقيقة يا أختي فات وقتها، يعني الإنسان الذي ما ضحى ما عق أهله عنه، عقيقة هي ذبيحة الولادة، حتى بلغ خلاص انتهى وقتها. بارك الله فيكم. من؟ تفضل يا رضوان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا أخي. إننا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا سيدي عندي سؤالين لو تفضلت. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، ولد لي مولود، يعني أنا شاب من الجزائر مقيم في دولة خارج الجزائر في أوروبا. نعم. ولم تسمح الظروف أن أتي بالعقيقة، يعني بالسنة كالذبح وقص الشعر. يعني وبعد عام المولود الآن ابني عمره سنة، أردت أن أقوم بالعقيقة في الجزائر. نعم. هل علي ذنب أو هل ابتدعت في عدم أداء العقيقة في وقتها وتأخيرها لمدة سنة؟ لكن أنت كنت ما كنت قادر على الذبح. لا كنت قادر، لكن النية نويت أن آتي بالعقيقة في بلدي الأصلي حتى يجتمع الأهل والأقارب. هذه طيب. النية. طيب طيب، عمره سنة ها؟ عمره الآن سنة. طيب. إذا أنا أقوم بالعقيقة ما المستحب أن آتي به، ولا لكي لا أقع في بعض البدع أو بعض الشيء من هذا القبيل؟ وهل يعني إذا رزقني الله بمولود ثاني يمكن أن أتي بنفس الشيء أو علي أن لا أتي به؟ طيب يا رضوان. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فعندما كانت زوجتي حامل بابني هذا أتاها شهر رمضان وكانت يأتيها القيء أكرمكم الله. إيه. كانت يعني لا ترد الأكل، يعني لكن تحس بالقيء ويخرج من معدتها ماء أكرمكم الله، فهل عليها الرد أو إطعام أو بماذا يفتي الناس سيادتكم في هذا؟ طبعا هي ما كانت تبلع الطعام. لا لك، هي ما كانت تأكل، هي كانت صائمة طول النهار، لكن في بعض الأحيان بسبب الحمل كان يأتيها قيء. أي لكن القيء قصدي ما يسترد شيء إلى بدنها إلى جوفها. لا كانت لا تخرج ولا تعيد إرجاع الطعام. طيب يا رضوان أبشر إن شاء الله. أبشر. شكرا. بارك الله. مرحبا. تفضل أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حامل ومعها الصبي، وده اسم جبرائيل. أيوة.
هل يحق لها؟ لانه انا مره كنت عم اشاهدك وقلت جبرائيل قيل اسم الله، ما بعرف استشينا بهالموضوع. طيب تسمعين ان شاء الله الجواب. في بنت اخته لزوجي بدها تتزوج واحد مسيحي وهي مسلمه، ولكن زوجي معارضها وابوها لكن موافق، وانت مره كنت تقول انه الوحده لازم تتزوج غير انه يكون مسلم، وهذا المسيحي شيء اكيد مشرك عن الله، يعني هو على دينها وهي على دينه، هي على دينه وهو على دينه، يبقى كل واحد على دينه. طب كيف هيك؟ وجوزي معارضها وانا قلت له فيك تعارضها، ولكن انا بستشيرك بالموضوع تنصحنا وتقول لي شو هي، يعني مش رد على جوزي، قالك انه ابويا موافق. طيب يا عمر. في بنتي اي سنه لازم تتحجب يا شيخ؟ اي سنه لازم تلتزم البنت الحجاب؟ طيب يا أختي. أنا بعدها هي صغيرة بس أنا دا شوف أي سنة لازم تلتزم الحجاب. طيب يا عمر أبشر إن شاء الله. أبشر. نعم. تفضل أبو علي. أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أخي. أنا في زراعة الزيت، وأنا زراعة شجرة من النخل. في زيت عندنا فيهم عملة هنا في ساحل عالي، هل هي تلتزم أم لا؟ زرعت ماذا؟ زيت. زرعت زيت النخل؟ نعم. أيوه. معاملة لا أدري هل تجوز أم لا، أريدها إيجاب. إيش المعاملة هذه؟ ما هي المعاملة؟ المعاملة تدفع له ثمن عن الحرف، تأخذ الحرف سنتين أم ثلاثة تعمل فيه كل طيب. الثمار التي يدك. أجبتك عنه أمس يا أبا علي. أما سلم نسمع الإجابة جدا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بعضهم يقول خذ الحديقة واعمل فيها واقسم النتيجة، نتقاسم النتيجة نصف لك ونصف إلي له. طيب طيب أبشر إن شاء الله. سمعتني جدا. واضح واضح. ألو. واضح يا أخي واضح واضح. تفضل يا سهى. السلام عليكم شيخنا المحترم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك الله يخليك. العفو، السؤال الأول شيخ، هل يجوز سماع الشعر؟ نعم. والسؤال حكم دخول النساء السوق يعني؟ إيش؟ السؤال الثاني؟ دخول النساء السوق. إيه. إيه نعم. والسؤال الثالث قتل النمل حرام ولا لا؟ إيه النمل؟ إيه نعم. طيب طيب. جزيل الشكر. مرحبا مرحبا. نكتفي. بارك الله في الجميع. أرجع للأسئلة. عندي اللهم صل على محمد. طيب الأخت أم حسن من طيب انتهينا من أم حسن. عندنا انتصار. انتصار من من الفجيرة، تقول بأنها تسأل عن صلاة الضحى، تقول أحيانا أكون في الدوام وما أستطيع أصلي الضحى قبل الظهر يعني في الوقت الأفضل، هل أصليها بعد ارتفاع الشمس؟ قيل نعم يا أخت الفاضل، هذا وقتها، وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس 10 دقائق ربع ساعة إلى أذان الظهر، فهذا كله وقت. أنت تقولين والله ما أقدر في الدوام وأفضل شيء لي أنا، تقولين هكذا أول وقت، ما في بأس ما في بأس، وتؤجرين على ذلك. انتصار تقول بالنسبة لقيام الليل، هل الإنسان إذا نام على السرير وسأل الله جل وعلا يقول يا ربي أعني على قيام الليل، هل هذا مشروع؟ نعم يا أخت الفاضل مشروع، يجب على المسلم دائما أن يستعين بالله جل وعلا في كل شيء، ولذلك كان الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم يستعينون بالله ويدعون الله في كل، حتى الواحد يقول اللهم أعني على الملح للطعام، يجيب الملح للطعام، والواحد إذا انقطع شسع نعله جلس قال اللهم أعني عليه، فكيف بالدعاء وكيف بقيام الليل وكيف بكذا؟ نعم نعم، الأفضل الإنسان دائما بل ينبغي أن لا ينسى هذا الشيء، دائما يقول اللهم أعني على قيام الليل، اللهم أعني على صيام الاثنين، اللهم أعني على قراءة كتابك، اللهم أعني على بر والدي، اللهم أعني على كذا، كل هذا مشروع ولله الحمد. انتصار تقول يعني ما حكم الدعاء بجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أقول أسألك بجاه حبيبي. يا أختي الفاضلة، جاه النبي عند الله عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا إلى هذا، ولم يقل احلفوا بجاهي،
والصحابة رضي الله عنهم ما ثبت عن أحد منهم أبدا أنه قال اللهم من يسألك بجاه حبيبك أو بجاه نبيك أبدا، ولذلك عده العلماء من البدع من المخالفات، قالوا ما ينبغي لأنه ما عليه العمل، يقول اللهم أسألك بجاه حبيبك ما عليه العمل، ولم يثبت فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقله الصحابة الذين هم أحب الناس إلى النبي من كل أحد، ليس هناك أحب إلى النبي من أبي بكر ولا إلى أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان يقول اللهم أسألك بجاه حبيبك. أم حبيبة من الجزائر تقول بأن والدتها تصوم الاثنين والخميس، تقول وأحيانا يأتيها ضيوف، فماذا تفعل؟ يا أم حبيبة أسأل الله تعالى أن يبارك في الوالدة وأن يكثر من أمثالها خاصة المطيعات العابدات، هذا شيء طيب أن تواظب أو تحرص على النوافل، لكن يا أخت الفاضل أخبريها بأن إذا يعني شعرت بأن الضيوف ينحرجون لكونها ما تأكل، لا تفطر وتأكل معهم، تفطر وتأكل معهم، والله عز وجل يكتب لها الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الذي يكون صائما ثم يأتي إلى قوم فإنه يطعم معهم، يطعم معهم، إذا شعر بأنهم والله يرضون بأن يبقى صائم ويكمل يدعو لهم كما قال صلى الله عليه وسلم فليصلي، يعني فليدعو لهم، يقول اللهم بارك لهم اللهم يعني كذا الدعاء الطيب. فأنت أخبريها إذا كانوا ما ينحرجون والأمر يعرفون عن الوالدة بأنها تصوم دائما فلتكمل صومة، إذا كانوا لا يصير عندهم شك، لأن بعض الناس يشك يقول ليش ما تأكل هي، تفطر في ذلك اليوم وتأكل معهم مرة. طيب يا أم حبيبة أعتذر منك وأعتذر من الأخ رضوان من الجزائر، والبقية إن شاء الله غدا بإذن الله أستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا